تحية إجلال وإكبار إلى دم الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي اللذان رووا أرض العراق بدمهم الشريف المبارك الذي يعتبر هو مدرسة أسست هذه الدماء مدرسة المقاومة ومدرسة التضحية ومدرسة مجابهة الباطل والهيمنة الأمريكية على العراق. أعتقد أنه الأمريكان عندما جاءوا إلى العراق ومنذ 2003 ولا هذا اليوم ليس لديهم نوايا أنه الدخول من أجل مساعدة العراق ومن أجل إعداد القوات العراقية بالشكل الذي يليق بالعراق كبلد عربي عظيم له دوره الذي يعتبر اللولب في المنطقة، بل أنه نعلم والتجربة سابقة موجودة في أفغانستان التي مضت عليها أكثر من 15 أو أكثر سنة الأمريكان يدربون ومستشارين بأنواع الصنوف، ولكن للأسف خلال سويعات انهار الجيش الأفغاني وذهبت دعايات الأمريكان ومستشاريهم أدراج الرياح. نحن نقول ليس لدينا مع الأمريكان شيء إلا أنهم أن يتركوا العراق لأهله، هم الذين يتعهدون ببنائه أمنيا واقتصاديا وسياسيا. أنت تعلم أنه النوايا الأمريكية في العراق هي نوايا من أعتقد أنه أستطيع كروغ الثعلب أنه الأمريكان لا يمكن أن يصدقوا مع الشعب العراقي، والذين واقعا نحن عندما أرسلت اللجنة التحضيرية للاتفاق ما بين الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية في سبيل سحب القوات الأمريكية من العراق لم تكن معذرة عذرا للأخوة الذين ذهبوا، الأخوة القادة الأمنيين الذين ذهبوا إلى أمريكا أو ذهبوا إلى قاعدة عين الأسد، ليس بالقدر الذي إنه نستطيع الاعتماد عليهم والثقة بهم حتى يكونون هم ممثلين الشعب العراقي أمام القوات الأمريكية وأمام القوة أمام الحكومة الأمريكية لتحقيق الانسحاب، وهو الشرط الذي أقره البرلمان أولا والذي أقرته المرجعية ثانيا والذي أقره الشعب العراقي بملايينه التي ظهرت في بغداد قبل سنتين وأنت تعلم في ذلك. نحن نعلم أنه القوات الأمريكية والسياسة الأمريكية الاستيلائية الهيمنية على المنطقة لن تنتهي، أنه عندما جاءوا بصنيعتهم داعش إلى العراق هم الذين اعترفوا، لا أنا أن أستطيع أن أنكر ولا أنت تستطيع أن تنكر، بل أنهم الذين قالوا نحن نعلم أنه الحكومة التي صنعت داعش وجاءت بها إلى العراق. نعم. ولعلمك ولعلم الذين يستمعون لك أنه عندما الآن استمعت في التقرير مالتك أنه استدعت الحكومة العراقية الحكومة الأمريكية للدخول لمساعدة العراق في القضاء على داعش ومحاربة داعش، أعتقد أنه آخر من لا أقول لب النداء بل أنه آخر من جاء إلى العراق بمعداته وطائراته، ونحن نعلم باعتبار نحن في الساحة منذ اليوم الأول لمجابهة داعش وإلى آخر يوم نحن نعلم أنه القوات الأمريكية طالما ضربت القوات العراقية الأمنية بل وضربت الحشد الشعبي، ونحن نعلم بأعيننا رأينا هكذا عندما كنا نحاصر بعض المدن الكبيرة التي تتواجد بها دواعش وقيادات داعش تأتي الطائرات الأمريكية. نعم. وتهبط وتأخذ القيادات الداعشية، نحن نعلم بالنوايا الأمريكية. لذلك نقول واليوم قلنا الحاج العامري سواء أو الحاج الشيخ قيس الخزعلي وبقية الأخوان الذين ظهروا على الشاشات، نحن نعلم أنه الأمريكان لا صدق لهم، والذين الآن يوجدون ذريعة يوجدون غطاء أنه القوات الأمريكية خرجت وحتى
حتى أقولها وبصراحة، الحكومة العراقية التي الآن تبنت الرأي بأنه القوات الأمريكية خرجت، هؤلاء يكذبون يخدعون الشعب العراقي، وأن القوات الأمريكية لن تخرج، والقوات الأمريكية جاءت لغاية معينة ولا تخرج إلا بالإذلال كما خرجت في 2000.